دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، ونتابع ايضا اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار نصف نهائي كاس الامم الافريقيه وفي اطار بطوله اسيا لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل مهمة ضمن سلسلة ندواته فيما يخص الشأن الاقتصادي تحت عنوان تحديات الاستثمار الوطني وفرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية، وده بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال البارزين ومتخصصي السياسات المالية لمناقشة التحديات اللي بتواجه الاستثمار الوطني وطرح رؤى لتعزيز قدرة الدولة على تصحيح الأوضاع الاقتصادية بما يمكن القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية من أنها تلعب دور أكبر في تحقيق الأهداف الكلية للدولة وللاقتصاد المصري. النهاردة هتعقد دار الأوبرا المصرية مؤتمر صحفي الساعة 3:30 في المستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني الجديد 100 سنة غنى والمقام بالتعاون مع النجم علي الحجار. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي لكأس أسيا، واللي بتجمع ما بين منتخب قطر ومنتخب إيران الساعة 5 مساءً. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة أيضاً مع مباراتين مهمين في إطار الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، هيلتقي منتخب نيجيريا مع منتخب جنوب إفريقيا الساعة 7 مساءً. الساعة 10 ليلاً هيلتقي منتخب كوت ديفوار مع منتخب الكونغو الديمقراطية.